اتفرج على مسلسل على اليوتيوب. ممكن اشاركه واتفرج معاه وده اكيد هيقرب ما بيننا. خليه هو ينزل يتفرج على القهوه مع اصحابه وانا في البيت اتفرج على اللي عايز اتفرج عليه. لازم تقعد معاه تتفرج على الماتش وتشاركه في الحياه عشان الحياه تمشي بينهم هما الاثنين. اكلمه بعد الماتش اسال ايه الاخبار، بس اكتر من كده هيبقى يعني هو ممكن يتخنق بصراحه. هعمل عبيطه ولا كاني في اي حاجه واشوف حاجه تشغلني تانية. هضرب عصفورين بحجر واحد واتفرج معاه على الماتش وبس كده خرجنا برده. هجيب له فشار واقعده يتفرج عليه براحته خالص، سيب له التلفزيون واسيب له البيت كله. مش يعني انا بحب اتفرج على الكوره اصلا، هنزل اشتري تلفزيون تاني واتفرج عليه واسيب له هو التلفزيون يتفرج على هو عايزه يعني. هسيبه يعني ولا امان ولا سلام، عادي مش كل شويه يقعد يخنقني بالكوره. هحاول اشغله على الكوره، لو ما عرفتش اخليه يركز معايا يبقى خلاص هقعد اتفرج معاه. هحضر له طبق فشار حلو كده وهجهز له القعده خالص، وهو ما اكيد طبعا اول جون يجي او كده هيفرح وساعتها تبقى ليا بمصلحه. هطلب منه بقى اللي انا عايزاه، هقطع كابل الدش عشان ينزل يتفرج هو في القهوه وانا اصلحه وبعد كده اتفرج انا في التلفزيون لوحدي.